رحلتنا للهند وشفنا المعجزات على يد الدكتور بكرام، دكتور ناجح وراقي وإنسان ومؤدب بنفس الوقت، فنحمد الله ونشكره على إنسانية وعنده إنسانية ورجل طيب. الحمد لله أبو علاء تماثل على إيد الدكتور بكرام للشفاء التام. والشغلة اللي اشتغلها الطبيب يعني عملية ماضية، عملية كانت بالنخاع الشوكي، عملية ناجحة وراقية. فقرات 11 12 و اي كان التساق بالحبل الشوكي مو هالشكل، نعم على الفقرات، وخلصها الدكتور بكرام عملية أصاب. اي خلص حتى اللون الاعز اسد يعني هاي الاشياء اللي انت احكيها ابو هو المشكله فهمتك يعني طلع بالفحوصات اي طلع بالفحوصات عنده الاعصاب مال بالحبل الشوكي والنخاع الشوكي ملتصق على الفقرات وقدر الدكتور بكرام حررها من هذا الالتصاق الفقرات. شنو الوضعيه بعد العمليه؟ الحمد لله وشكر. بعد العمليه الحمد لله وشكر ابو علاء حتى رجليه صارت زينه، كل صحته صارت زينه، بس بعده هو هسه الدكتور شكري واحترامي للدكتور الفاضل. شكرا جزيلا. يحفظك دكتور، الله يجعلك خير للناس كلها مو بس لنا. Thank you so much, and you have miracle, and you did excellent treatment. I will never forget you. I always remember in my prayer. And thank you so much. Allah يسلمك ويحفظك. God bless you. Thank you.